في 2009 مشينا للغايد مناوي في بيته في شارع البلديه معايا الاستاذ فايز سريك عشان ندعو لمنتدى في صحيفه الاراسه الحريه. وما يتردد اطلاقا في انه يقبل، وهو دي بدايته الحته اللي كان فيها الحله ومساعده الحله كان اليوم ده. وكان اهو مناوي اللي قدامنا ده يا اهو مناوي كان مساعد رئيس الجمهوريه منتهى التواضع منتهى الاحترام، دائما سباق للتضامن ودائما سباق للوقوف مع الاخر. وللامانه انا ما حصل اتصلت عاوز مناوي في يوم من الايام قالوا لي بكره ولا بعد ساعه ولا بعد بكره، وإلا هو رد هو شخصيا. ونحن حقيقه في السودان مشكلتنا دائما مع الغايد اللي بيلتحم مع جماهيره، ودائما مناوي ملتحم مع جماهيره في كل المناسبات في السراء والضراء. ومرة قبل شهرين جينا بيت مناوي معي جماعة كانوا أجانب، كل واحد ما بيعرف مناوي. ففاكر أخونا إبراهيم هو مناوي، لأن إبراهيم صار لابس البدلة. مناوي لأنه متواضع قاعد مع الناس دول لابس تيشيرت وبيضحك، ما بيقاطعك في الكلام، ما بيقول أنا ربكم اللعنة، ما عنده أي حركات إنه أنا الغايد وأنا الرئيس وأنا كده. فشكرا لك مناوي. قبل 3 أيام جيت عشان انه اساله انه يشرفنا في الحفله، ابدا موافقته مباشره دون اي سؤال، منو جاي او منو متكلم او من. شكرا مناوي. الان مع الغائب مني ارجو مناوي. طبعا في هذه المناسبة أنا شخصيا الإخوة الفنانين ذكروني الحتة، كنا في أيام تجمع كوبا، كان ندوة في داخل الأمة، فجيت بدل المتحدث غنيت. فالغنى كان نفس الغنى الإخوة غنوها هسي، اللي هو get up stand up stand up for your right get up stand up don't give up for fight. افتكر كلام مهم جدا بالنسبة للشباب وبالنسبة للجيل الموجود وقدامكم الظالم. فأنا استهل كلامي ب بشعر لأبو قاسم الشابي. أبو قاسم الشابي حين قال كلمته قبل تقريبا 60 سنة، إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للدين أن ينجلي، ولا بد للقيد أيضا أن ينكسر. أفتكر هذه صحيفة حريات تعبر نفس الكلام، وفي حينه أبو القاسم الشابي كان لا يدري أنه يوم من الأيام الثورة تحدث في تونس وتستمر غبار إلى مصر وليبيا وسوريا ويمن وغيرها من المناطق دي حتى نسمي بالربيع العربي. وقت ما كان عنده العلم بعد 60 سنة، لكن أمنياته كان في اللحظة ده الثورة تقوم وقامت له في وقته. على كل حال أنا في الحقيقة سعيد في هذا اليوم، وأشكر أسرة صحيفة الحريات. وفي الحقيقة كلمة الحريات كلمة واسعة وكبيرة، لأنه أكبر من الحرية، والحرية أكبر من أي شيء ثاني في الدنيا. البحر عنده الحدود بينتهي الحدود، الكون نفسه عنده حدود، عنده حدود بتاعته محددة. اي شيء الحق عنده الحدود، وكذلك الكراهيه عنده حدود، الظلم
والقلم، الحياة كلها عندها حدود ما عدا الحريات هي التي لا حدود لها. كلمة الحريات يعني بمعانيها كلها ما فيها حدود. أمريكا الليلة تطالب بالحدود، أي رئيس أمريكا عشان يجي يترشح يتكلم عن الحريات، رغم أنه أكثر دولة في العالم فيها حريات، لكن الناس محتاجين للحريات أكبر وأكبر وكذا، لأنه كل جيل لما يأتي هذا الجيل بيفتكر أو بيشوف أن الحريات اللي في الجيل الخلفه بسيطة، وبالتأكيد الجيل القادم هو بيطمع بحريات أكثر وأكبر ويتقدم إلى صناعة الحريات. والحرية ما عندها حدود خالص في الدنيا، لأنه حتى الجنة ربنا ما قدر يوصفه، لأنه مربوط بحرية الناس، مربوط بأفق بتاع حرية الناس. الجنة ما عنده وصف. في آيات كريمة بتقول لك الجنة ده ما في حاجة بتوصفه بها. ليه؟ لأنه الإنسان بيتمنى ما لا نهاية، ومن الإنسان والحرية. فعشان كده نحن بنشكر من هذا المنبر على الإخوة الذين صنعوا هذا المنبر وجعلوا مضمارا للحريات. فنحن كلنا نتنافس هنا، وليتنافس المتنافسون بالحرية، مش بالقوة، مش بالجهوية، مش بالكلام الفارغ اللي بيعملوه ده اخواننا الناس بشير دي. فعشان كده انا شخصيا اقول للاخوة وخاصة على راسهم الاخ استاذ الحاج وراك، الحاج وراك طبعا انا كنت بسمع فيه وقت زمان صغار، كنا صغار يافعين في المدارس الثانوية، نتونس الناس بيجوا من الخرطوم بيتونسوا يقولوا استاذ الحاج وراك قال كده، يقولوا القدر ده اسمه منو ازول الكاتشياف صح محمد الله لا انا احنا قاعدين نسمع بيهم، نحن قاعدين نسمع بيهم كثير. لكن طبعا بعد ما جينا الخرطوم، بالمناسبه انا جيت اول مره في حياتي في الخرطوم 2006 عشان كده في كثير من الناس بيسموني ما سوداني، والغريب انه السودان ما معروف اهل ذاته، اهله ما معروفين البعض، بتعرفوا بس من صوت التلقى ده تل دمنه جونجاري، تل دمنه فلان، دمنه عبد الواحد، دمنه خليل، ده كده ده شكل بتاع السودان وللاسف الشديد. فعشان كده الامور مشت صعبه جدا. انتوا كانوا مذكرين قبل اتفاقيه نيباشا كان بيجيبوا صوره دكتور جونجاري الشديد، دكتور جونجاري بيجيبوا صوره يعني شكل الغول كده، ولدرجة انه في بعض النساء بجحدا يعني من النظرة بتاعة صورة الكاميرا، لأنه مصوروا بشكل كده عجيب جدا وبيجيبوه شايف. فحتى في ناس بظنوا أو قالوا أنه غراب الأسود شايف، غراب الأسود في ناس قالوا كده، لكن ده السودان في كم غربان أسود إذا كان بيتوجهون غراب أسود، لكن هم عارفين الحاسد شايف. أنا زمان كان انتبهوا لي كثير، قالوا مني أركو منا وأنت شنو وسوداني وجاي وشنو؟ قالوا كلام تكريم. أنا قريب ده في واحد قريبي صديقي حبيبي سوداني، لكن ما بعرف سودان كثير قد تكون. اللي قال لي شاف عيوني قال لي يا أخي أنا بديك قطرة ودي استعمل. ده طبيعة العيون، أنا طبيعتي كده عيون الحمر دي شفتها ده طبيعتي كده، لكن أزوجك ما بعرفك بقول لك يا أخي زولنا عيان، لا ما عيان، ما عيان معناه ما سوداني. فدت مشاكل، فدت المشاكل الموجودة في السودان. فعشان كده نحن بنعتز بالحريات وبندعم صحيفة الحريات، ونحن بنتمنى لها النجاح باهر في يعني في مضماره وفي عمله بالنسبة لإنجاح مشروعات كل السودانيين. طيب احنا كلنا حسي حاليا في السودان ده، يعني اي لفه انت تلف، مش السودان اي لفه تلف في العالم ده، تطلب سودانيين بيجوا بالعدد ده، معناه السودان ده احنا خليناه بس كده فاضي، بس
بيزور داعي مع العصبة بتاعته وبيرقص في جماجم الناس. معناه ما في الناس سودان. يعني أي لفة أمشي في أمريكا في كل الولايات بتجد إنه العدد كبير جدا فيه. في أفريقيا كله في كل الدول بتاعت الأفريقي لما تيجي تطلب السودانيين بيجوا بالعدد ده. وبعدين بينبهروا بالأغاني السورية الكبيرة دي. وبعدين كلهم طبعا بيصفقوا لما تقول كل القوة خرطوم جوا بيصفقوا، لما تقول عمر بشير ما حد ما تختبر إن الجو بيصفقوا. طيب يبقى إذا السودان ما في سودان. نحن كلنا خوفنا من الغول ده وخلينا السودان. لكن القصة اللي بيقولوا عقاب الهرم ان شاء الله سميته مش في حاجه طويله كده اكبر طويله كبيره صقر كده. فالصقر ده لما خلاص القصه رمزيه بيقول لك الصقر ده خلاص بقى عجوز ووقع تحت بعد ذاك البغاص الطير اللي هو الطير طيور الما النافعه زينا ديل بمشوا بلقطوا وبنقطوا في عيونه وكده. الان العقاب بقى هرم. عقاب الان بقى هرم اللي هو بشير. هو لم يسأل لاحظته في مظاهرة صغيرة كده عملوها مع الضربة بتاعت اليرموك. فكان يعني بدل كان هو بيرقص وبيتكلم وبيقول كلهم تحت جزمتي والدائرة السلام يشيل السلاح والكلام الكثير ده ما قاله. كان واقف علي عثمان بيتكلم نيابة عنه لأنه ما ممكن في يوم من الأيام في مدة بتاع 20 سنة عمر بشير يلقى التجمع بتاع 10 أنفار وما يتكلم. هو بكيف بيشوف لانه ميكروفونات عطلت. ميكروفونات عطلت ورقاب بقى هرم الان. اذا كان هو كان الاشرس وكان هو اللي اقوى الان بقى هرم. بغاص العيون بغاص الطيور حقه يتحرك الى الامام ده واحد. الشيء الثاني اسباب بتاع فشل البرتغال كثيره. الليلة انتم سامعين انه اسطول الاساطيل الايرانيه والاسرائيليه يرموك وكلام الكثير الماشي ده. فهم طبعا مرات يعني لانه ناس بسطاء زمان بيحكوا قالوا في شاطر صغير. الزمن ذاك نظارات ما كثيره والتجار ذاته بيسموهم جلابه واحد كده تلقاهم في دافور بالذات يعني بيتوزعوا في المحلات. فقالوا في شعبي صغير مشى لقى دكان صاحب الدكان قاعد لابس لون الدار السوداء فبقى تحبش كده يعني طبعا بيتشاف زي عيون لكن ما بترمش. طيب الحاسس شنو؟ بيسوي كده لقى العيون ما قاعد ترمش معناه الزول ما بيشوف. فقام سرق خلع بعد شويه كده ما بترمش شال الحلاوه بعد شويه كده ما بترمش شال السكر وفاكهه. بعد ما مشى مسافه حتى صاحب الدكان نادى وقال له تعال انا عيوني بشوف. بنفس القدر جماعتنا دي هم بيعرفوا انه العالم ده الليله ما زي الزمان ولا زي التفكير اللي هم بيفكروا انه واحد لما يتثبت في شقه الزول ما بيشوفه. حاجات دي كلها الناس بيشوفوها ما عارفين، هو بيفتكروا شغل ده زي الزنا، الناس بيجوا اربع رجال يشهد، لا ده ما الحركات اللي هم بيعملوها كلها تتشاف. فجابوا يرموك في وسط مدينه فقاموا كثروا المواطنين وماتوا فيها الناس. هسه كده ادرم الخير قال كلامه، صوارمي قال كلامه، شاورما قال كلامه، كل زول قال كلامه، لكن في الاخير انه الضربه بقت والناس ماتوا والبلد الحاول المصنع خزر. طيب فعشان كده حسي الجماعه كبين ذوقهم من اصلا ما في وضع. طيارات ذات قاعده تقع امس وقعت واحده في الفاشل قبله كده. انا من 2000 شهر 1 2011 لغايه اللحظه ده مذكر 6 طيارات سقطت في دارفور وعبراء خلي في النيل الازرق وجنوب كردوبان فدير كتير ومخلين الاطلاق اللي بيستشهدوا به ده نخليه كمان. يعني الطيارات اللي بتتعطل براها والناس بتمشي بيستشهدوا به بيسموهم شهيد عرس وياتوا الكلام الفارغ ده دخل يقول له البراهو من بقى عزاته. في واحد كتب فكر قال انه الطائرات السودانيه قال تسقط النظام لان قاعده تقع كل يوم بواحد قائد جديد. فالحكايه دي تنتهي.
اخونا ارشور انه حكايه الانتداب في اقرب وقت ممكن، بس دايره شويه دفره ودايره شويه قوه والناس يجتهدوا ويمشوا الى الامام لخيار الامثل. هو خيارنا الامثل ما هو اسقاط مؤتمر وطني لوحده، لا، الخيارنا الامثل انه نحن كلنا نتفق كسودانيين، نضع نظام، نضع دستور بالاسس اللي نتفق بها كلنا، ومن ثم بعد ذلك النظام يمشي على وفق او وفقا للدستور الوضع اهل السودان. لكن اسقاط المؤتمر وحده ما هو الهدف الاساسي بقدر ما هو وسيله من الوسائل. بعدين الاخ استاذ ابو صوره طبعا في حديثه هو كان متشائم شويه انه كثير بعض الشيء انه بتحدث في انه الناس الاسلاميين قالوا كده والتغيير الجاي كده، وده ما خياره طبعا، لكن هو ذاته الظاهر انه بقى ما في حاجه اسمه اسلامي، ما في حزب اسمه اسلامي، يعني كلهم طلعوا كذابين. لانه في مصر كان الاسلاميين بعارضوا لحسني مبارك، عنده علاقات باسرائيل، اتفاقيه الكامب ديفيد و و و كلام كثير، لكن لما جو هم ذاتهم متمسكين بكامب ديفيد اكثر من مبارك. واحد الحريات، قالوا يا اخوانا الحريات شنو؟ الفنانين في البدايه كان خافوا ناس عبد الامام دين واختفوا شويه، لكن هذول جابوا قال لهم يا اخوي وصلوا اي حاجه انتم دايرين. بعد ذلك السياحه ذات ماشي. السياحه دي شنو؟ السياحه لما بدا الرجال واوي وشرع مريزه. فكله ماشي. معناه يا اخوانا الحد الادنى للاسلام ان احنا متمسكين فيه اللي هو الصلاه والصوم والزكاه و يعني الاركان الخمسه زائد اركان الايمان السته دي، لان كلنا متمسكين. هم ذاتهم زي ده شنو الاسلاميين؟ شنو الكلام الفارغ؟ ما في زول اسمه اسلامي، ده كالضامين ساكت. الاسلاميين هسه بيبقوا صنفيين، والاسلاميين الكانوا نحن نفتكر انه زي الناس الراديكاليين هسه بيبقوا ليبراليين. كلام فضي ساكت، شعار بتاع حكم، بس ناس دايرين الحكم. عشان كده يا اخوي ما تتخوف. شفت الاسلاميين بتاعنا دي؟ هسه شوف اول شوف، مش يوقعوا على قصر الدين عن الدوله، ممكن يوقعوا على على الدوله. فده انا الحاجه اللي بيدو على التجربه، لانه لا في تونس ولا في مصر ما لقيتوا اسلامي. بعد ما كان الناس هيك وبيعملوا بيعملوا صبا وزمتها، لكن جو مشوا اثرت من الاوائل ذات كان ناس بعرضوا، فبالتالي ما في حاجه اسمه اسلامي، وده كلام كذب ساكت، وده يعني تزيين وخم بتاعت البشر وخم بتاعت العقول والتخمير بتاعت العقول والشراب بيه بكنمر وكلام فارغ، فما في حاجه اسمه اسلاميين. عشان كده نحن مرتاحين جدا الان، مرتاحين البال. اوكي. أنا في المناسبة ده في الحقيقة أنا ما عندي كلام كثير داير أقوله، والكلام اللي قلته أفتكر كلام يعني كان بعجبكم ما بعجبكم ده كلام البسيط، لكن أنا عندي بس توصية لإخواننا الناس الحريات إنه يتقدموا في العمل بتاعهم، لأنه هم كسروا القيود وبدأوا في الحريات زي ما قلنا، قاموا نظفوا الطريق ونحن ماشيين في الطريق ده. واحد. اثنين، الحريات هكو يدخلوا لكل السودان، يعرفوا انه السودان اشكاله كيف، تبقى مرآة صاحبة الحريات عشان تبقى مرآة لكل السودانيين. نمرة ثلاثة، نحن دايرين ناس الحريات، الاخوان ناس الحريات بالصبر بتاعتهم والمصابرة وبالعمل الدؤوب اللي بيعملوا ده برضو يتحملوا اكثر للجميع كل الطوائف السياسية السودانية عشان تكون منبر للحوار الفكري بالنسبة للسودانيين. وأشكركم في هذه المناسبة وأتمنى لكم النجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الناوي. أتتنا التهنئة بالشبكة الصحفية السودانيين بمسلم الصحفي الاستاذ فيصل سعد،
معلنين تضامنهم وتهنئتهم لصحيفة حرياتهم.